الحضري منذ الوقفات والاحتجاجات الأولى اللي بانت في شهر فبراير، والوزارتين انضمت واحد العدد ديال الاجتماعات، 5 اجتماعات مع الطلبة، 7 اجتماعات اللي من خلالها درسنا هذاك الملف المطلبي وتجاوبنا الملف المطلبي، واليوم الحمد لله التزمنا لتحقيق وتنزيل وتفعيل هذوك المقتضيات ديال الملف المطلبي في جل النقاط. بقوا نقطتين عالقتين اللي ايضا طورناهم، النقطه اللي كتعلق بمباراه الاقامه اللي بالنسبه لنا هذه مباراه اللي مفتوحه امام اطباء ماشي طلبه، ونقطه ثانيه هي السنه السادسه لطب الاسنان. هاد النقطتين ما عندهمش واحد الطابع اني وما غادي يتم التفعيل ديالهم حتى دابا سنتين، لهذا ما عرفناش شنو هي الظرفيه ديالهم وعلاش تعطات لهم واحد الاولويه بالنسبه للنقاش اللي كيدور اليوم والاحتجاج اللي كيدور اليوم. اللي كنطلبوه هي الطلبه يلتحقوا بالمدرجات ديالهم، يباشروا الامتحانات ديالهم، ويبقى الحوار مفتوح باش نزيدوا نطوروا ونجودوا هاد النقطتين ونحاولوا نرضيو الجميع، لا المغاربه كاملين وايضا الطلبه لا ديال الخاص لا ديال العام. اللي كنبغي نقول هي بحال اللي اشار له السيد وزير الصحه، الدوله كدير واحد المجهود كبير لتقديم واحد الخدمه عموميه في مجال الصحه ولتجويد المنظومه ديال التعليم العالي في المجال الطبي. هذا المجهود الكبير هو ملايير ديال الدراهم، بناء واحد العدد المستشفيات باش نرفعوا من نسبه ديال التاطير، هي توفير واحد التكوين واحد التدريب في المستوى باش يكون عندنا اطباء اكفاء، والحمد لله السمعه ديال الاطباء المغاربه في جميع البلدان ديال العالم هي واحد المستوى ديال التميز جد جد عالي. اليوم الاطباء المغاربه مطلوبين في جميع الدول، في جميع الدول، في كندا، في فرنسا. لماذا؟ لان خداو واحد التكوين واحد التاطير في المستوى العالي، لهذا هذا هو الهم ديالنا، هي نقدموا احسن تكوين واحسن تاطير بالنسبه للشباب ديالنا باش يقدموا واحد الخدمه العموميه لجميع المغاربه اينما كانوا، لا في العالم القروي لا في العالم الحضري. لهذا الدعوه للطلبه باش يتحلوا بروح المسؤوليه وبروح الوطنيه ويزيدوا يباشروا الامتحانات ديالهم في احسن الظروف، وحنا مستعدين باش نواصلوا الحوار ونزيدوا نحاوروا. غير اللي كنطلبوه هو يكون عندنا واحد المحاور اللي يقدر ياخذ معنا القرار واللي ينخرط معنا في بناء الحل، لان اليوم ما يمكنش نبنيو الحل غير من جهه وحده، حنا كنبنيوه غادي ننزلوه ولكن خص يكون واحد التجاوب من الجهه الاخرى. شكرا لكم. الحكومة هي ملتزمة بالحوار، باستئناف الحوار، تريد أن يكون حوارا جاد، حوار بناء، حوار فيه تجاوب. نريد أن يعود الطلبة إلى مدرجاتهم، إلى امتحاناتهم. نعتبر يعني في القطاعين التعليم العالي والصحة أنه التزمنا بجل المطالب المشروعة والمعقولة. النقاط التي فيها خلاف طورنا فيها النقاش، لدينا بطبيعة الحال مواقف مبدئية فيما يتعلق بمباراة الإقامة، ولكن التزمنا بالرفع من عدد ديال المناصب وكان ذلك. 2017 قل من 200 منصب، 2019 حوالي 900 منصب، 700 منصب ديال الإقامة. كذلك فيما يتعلق بالبنى التحتية، هناك مستشفيات جامعية، طنجة سيكتمل إن شاء الله في نهاية السنة، بداية السنة المقبلة، أكادير نهاية 2021، ولكن في انتظار ذلك عبأنا المؤسسات الصحية بهذه الجهتين وعملنا اتفاقيات بين المديريات الجوية وبين الجامعات على أساس أنه يوفروا الظروف المثلى للطلبة باش يقوموا بالتدريب ديالهم، والأساتذة كذلك باش يقوموا بعمل ديالهم التكويني والعلاجي. قمنا كذلك بالتزام فيما يتعلق ب يعني البرمجة ديال هذه المباريات، لا الإقامة ولا ديال الداخلية، التزام كذلك بظروف أو النمط ديال المباراة ديال الإقامة. هناك كذلك تجاوب مع الطلب ديال المنحة والرفع من المنحة، الرفع من التعويض عن المهام وتخصيص التعويض عن المهام بالنسبة للطلبة ديال السنة السادسة في طب الأسنان وفي الصيدلة على غرار الأطباء، التعويض عن او التعويض او التغطيه الصحيه الاساسيه بالنسبه للطلبه اللي هو مكتسب لجميع الطلبه، ولكن الان تعملت اليات باش يمكن
إدراجهم بسرعة في هذا النظام، وكذلك التزام بتسهيل المأمورية عليهم ومساعدتهم باش يمكن يقتنيوا المستلزمات اللي كيستعملوها في التكوينات ديالهم وفي التدريب ديالهم. دونك كذلك كان هذا الالتزام، والتزامات أخرى راه كاينه في العرض الذي قدمناه باش يمكن نختم بأنه الحكومة يعني جادة في التزاماتها وأنها تنتظر، لا أقول من الطرف الآخر لأن أريد أن أتكلم مع طلبة وطلبة أعتبرهم في طرف واحد معنا، فلمن ربما يشوش ويحاول أن بكل المحاولات أن لا يكون هناك اتفاق ودائما يطلب وسطات ويخرج من مائدة الحوار بدون اتفاق ويطلب أن يرجع إلى مائدة الحوار، يمكن هو اللي كيقلب يربح الوقت باش يمكن يوصلنا إلى نهاية السنة. احنا الحكومة التزمت بأنه لن تكون هناك سنة بيضاء وأنه سيكون هناك امتحانات في وقتها إن شاء الله، وغنبقاو ملتزمين بمواكبة وتأطير طلبة ديالنا وباستجابة للمطالب ديالهم. شكرا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.